مؤسسة أمنية مصر الخيرية للثقافة والفنون، خير، إنتاج، عطاء، تنمية. رؤيتنا إعداد جيل متميز علميا وثقافيا وأخلاقيا في ظل بيئة صالحة ومجتمع منتج. هدفنا تطوير الصم وضعاف السمع وتحويلهم إلى فئة المنتجة متعلمة ومثقفة. ادعمنا بوقتك بجهدك وبالتبرع على 018-906 بنك مصر إيران أو فودافون كاش 010-2-333-8224. وكلمونا على الأرقام 011-450-3551 أو 010-2-333-8224. مؤسسة أمنية مصر الخيرية للثقافة والفنون. من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية، روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. وحلقات مهمة وجميلة جدا أنا مستمتع بيها، لأن اللي معانا فيها أستاذ واستشاري متميز في مجال الجهاز الهضمي، وهو دكتور خالد سيف، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. اتكلم النهاردة على حاجة مهمة جدا جدا واسمها الجرثومة الحلزونية. معرفش صح ولا غلط، انت صلح لي بقى. هي البكتيريا الحلزونية، وفي العامية بيسموها الحلزوني. الحلزوني ايوه، جرثومة المعدة. هي الحقيقة موجودة بقى لها فترة طويلة جدا. تمام. وكان عليها ديبيت كتير جدا ولغط كتير جدا، وانا برضو عشان نحل المشكلة دي مع الناس، لان كان زمان ما كانش ليها تحليل براز، دلوقتي بقى ليها تحليل براز. كل المعامل اي واحد رايح يعمل تحليل براز يعمل تحليل الجرثومه ويطلعوا ايجابي، لان نسبه الاصابه في المجتمعات اللي هي الدول العالم الثالث تكاد تتخطى ال 95%. 95%؟ اه، بس مش كلهم عيني. لان هي موجوده بس مش كلهم، لان هي فيها اتنين اخوات، نوع مؤذي ونوع مش مؤذي. فانا اللي بيطلع في تحليل براز ما بيفرقش بين الاثنين. عشان كده انت بتقولي بكتيريا، اقصد بكتيريا بتعيش في المعده بالظبط، وليها اهداب كده عشان بتمسك نفسها، والحمض من الحاجات اللي هي بتعيش فيها، يعني متعوده تعيش في الماء المالحه يعني زي ما بيقولوا في الحمض. انما المؤذي فيها بيسبب قرحه الاثنى عشر، وربطوها ببعض الاورام بتاعه المعده اللي هي الليمفوما. انما لما تيجي تشوف نسبه الاصابه في المجتمعات في دول العالم الثالث، لما تبقى نسبه الاصابه فوق 90%، ونسبه الاصابه بسرطان المعده اقل من اليابان اللي هي دوله متقدمه، يبقى مش معناها ان هي السبب الرئيسي. انما كل الناس بيجي لها رعب لما يلاقي ده تحليل براز، يقول لك راس عليك منها، مع ان هو يكون مشتكيش من اي حاجه خالص. تعال بقى اقنعه وجودها في حد ذاته. تعال اقنعه بقى ان هو مش ازياف حاجه، مش هيقتنع. زائد ان علاجها بيبقى سخيف جدا، وساعات بتقاوم المضادات الحيويه، ومن كتر استخدامها بتاخد ضهر مناعه، وبنستخدم فيرست لاين وسكند لاين وثيرد لاين، ونجرب كذا مره كذا مره، وساعات ما بتروحش. تمام. فلازم تتاخد للحاله فعلا. ما هو بقى ايه ده اسمه العلم اللازل لا ينفع والجهل اللازل لا يضر. يعني انا دايما لا انصح اي مريض يروح يعمل من نفسه بكتيريا حلزونيه في تحليل البراز. انما احنا لما بنيجي نعمل منظار لعيان نلاقي عنده قرحه في الاثنى عشر، بناخد عينه من المعده ونتاكد لو عنده بكتيريا حلزونيه، يبقى ده لازم نعالجها، لان البكتيريا دي هيبقى ليها دور في ان القرحه دي ترجع تاني لو فضلت موجوده. المريض اللي جاله ورم في المعده اللي هو الليمفوما بياخد علاج كيميائي، فده لازم هنعمله، ونعمل كمان لقرايبه من الدرجه الاولى. تمام. عشان دول يبقى عندهم سبب جيني اخر غير البكتيريا كمان بيخلي يجي لهم ايه اورام. يبقى طيب. انا عندي عيان الورم ده لازم يتعالج، عيان القرحه ده لازم يتعالج. طيب. انما لقوا حاجه غريبه جدا، ان العيان اللي عنده ارتجاع مريء، في بعض الناس لو عالجت البكتيريا الحلزونيه اللي عنده الارتجاع يزيد. كنت لسه هسالك، يعني اي حد يجي له حموضه يعمل التحليل ده؟ لان هي بتعمل شويه ضمور في الخلايا اللي بتفرز الحمض، انت لما بتعالجها بترجع دي تزيد، فافراز الحمض بيزيد. فبالتالي كان عليها ديبيت، هل نعالجها في الارتجاع المريء ولا ما نعالجهاش. انما اخلاقيا او يعني الواحد بيتحط الحقيقه في جيل عيان تحليل براز، ازاي هقومه وانا راجل دكتور استاذ في الجامعه
واقول له قوم مش هعالجك، هيمشي يلعن في طبعا، ولا هيفهم ولا الدكتور دوت، دول بقى الاساتذه بتاعه. فساعات ان انت تضطر ان انت تدي له جزء من العلاج. برضو ناس تانية بتروح عامله تحليل الاجسام المضاده في الدم. الاجسام المضاده دي ممكن بعد ما انت تقضي عليها بتفضل موجوده من 9 ل 13 شهر، موجود الاجسام المضاده في الدم. دي معلومه مهمه برضو، انها ممكن تبقاش موجوده يعني تقعد 13 شهر اجسام المضاده. طيب احنا ممكن نتكلم بقى في حته الجرثومه والقرحه والقصه دي في حلقه تانية، علشان وهنخش منها على الارتجاع، لان برضو التدخل يعني كذا حاجه دخلت مع بعض. انما انا بس المحصله ان انا عايز اطمن الناس ان رغم انتشارها بفظاعه، انما الناس ما تخافش منها. طالما ما عندكش اعراض في المعده انت مش محتاج تعالجها، ما تخافش منها. حلو قوي، بنشكرك، شكرا جزيلا، ومكملين معاك ان شاء الله. ياريت نكون أضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجة والعافية والصحة. ولو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو معلومات، ابعتوها على صفحة روشيتا على الفيسبوك، أو تتصلوا برقم 011-8202-24. روشيتا مجانية لعيشة هنية. روشيتا مع الدكتور وائل صفوت و سعدية حسين.